فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: فلما توفيتني، وذكر الله سبحانه في آية أخرى أنه قال: بل رفعه الله إليه. إني متوفيك يا أخي، ورك قطعت الآية، قال الله: إني متوفيك ورافعك إلي. والمراد بالوفاة هذه قيل هي وفاة النوم، لأن النوم وفاة، وقيل متوفيك يعني قابضك وأنت حي، قابضك للملائكة وأنت حي، ورافعك إليه. نعم، قبض يعني. نعم.